أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العربي اليوم. أنا فدا بسيل وأنا خالد العربي. نناقش في الجزء الثاني من برنامجنا مفهوم الولي الفقيه المعمول به في إيران. تدهور صحة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي منذ أشهر طرح سؤالا حول الخليفة المحتمل له. البارحة عاد السؤال إلى السطح من جديد مع انتخاب محمد يزدي رئيسا لمجلس خبراء القيادة المعني بانتخاب المرشد. طبعا لا ننسى هنا تصريحات أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الداعية لاعتماد مجلس قيادي بدلا من منصب الولي الفقيه. أما في الجزء الأول من برنامجنا لهذه الليلة فنتناول فيه ما يقوله ناشطون من المعارضة السورية عن محاولات نظام الرئيس بشار الأسد استنساخ أو إنشاء قوات حشد شعبي في دير الزور. ما الفرق بين التشكيل العسكري الجديد وبقية التشكيلات الموالية لنظام الأسد؟ وهل يجد الحشد الشعبي السوري إن وجد حاضنة شعبية له في دير الزور؟ سنتحدث أيضا عن المقال الذي كتبه روبرت فورد في مجلة فورين بوليسي والتي تحدث فيها عن خسارة الولايات المتحدة للحرب في سوريا. فورد سفير الولايات المتحدة في سوريا سابقا دعا بلاده إلى مراجعة استراتيجيتها الحالية ووضع أسس جديدة عسكرية ودبلوماسية والسياسية. في موضوعنا الثالث سنتحدث عن إعدام تنظيم الدولة الإسلامية لفلسطين من عرب 48 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. ووفقا لهذا التسجيل الذي تناقلته مواقع جهادية ظهر الفلسطيني مرتديا زيا برتقاليا ومتحدثا عن كيفية تجنيده وتدريبه بمعرفة جهاز المخابرات الإسرائيلي. هل يشكل ما حصل البارحة إجابة عن تساؤل طرحته صحيفة أرس الإسرائيلية قبل عدة أشهر؟ مفاده لماذا تنظيم الدولة ليس في عجلة من أمره لمهاجمة إسرائيل؟ وننهي ساعتنا الأولى مع مجلس وزراء الداخلية العرب المجتمعين في الجزائر العاصمة اليوم وغدا. مرحبا بكم مشاهدينا. يقول ناشطون سوريون على غرار النموذج العراقي يحاول نظام رئيس بشار الأسد يسعى لتشكيل كيان عسكري جديد في دير الزور اسمه الحشد الشعبي. ويعيد هذا الفصيل إلى الأذهان حزب الله السوري الذي يقول الناشطون إنه أصبح أمرا واقعا على الساحة السورية. فوزي قصيباتي عد لنا تقريرا عن التشكيل العسكري الجديد نشاهده ومن ثم نعود للنقاش. الحشد الشعبي السوري، حزب الله السوري، مسميات يجري تداولها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء ميليشيات تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري. فقد أعلن عن فتح أبواب الانتساب أمام أبناء دير الزور ورفيها شرقي سوريا للانضمام إلى قوات الحشد الشعبي السوري على غرار الحشد الشعبي التي تم تشكيلها في العراق لمحاربة تنظيم الدولة. وتأتي الدعوة الموجهة لأبناء دير الزور القاطنين في الأحياء التي تخضع لسيطرة قوات النظام وللعشائر الموالية له التي تواجه تنظيم الدولة
للانتساب إلى هذه القوات في وقت تتولى قيادة هذا التشكيل العسكري قيادات إيرانية من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني. ومنعنا حتى توجيه هم حتى يوصل التحقيق. ويقول نشطاء إن النظام السوري وحلفائه يعملون على كسب مقاتلين جدد ضمن صفوفه من خلال اللعب على الوتر العشائري السائد في دير الزور وريفها. سنتعرف الآن على الحشد الشعبي السوري الذي يروج له ليس الميليشيا الوحيدة في سوريا، فقد جرى الحديث في وقت سابق عن تأسيس حزب الله السوري على غرار حزب الله اللبناني ليكون ذراعا جديدة لإيران في سوريا. نصب كمين. كما أكدت عدة فصائل للمعارضة وجود عناصر من حزب الله السوري بين القتلى على الجبهات، وبثت مقاطع فيديو تتضمن اعترافات لعناصر ألقت القبض عليهم. على زكريا خليل بالزهراء عم أخدم مع حزب الله. ليس جمع فويل عم أخدم مع حزب الله. إيران لا تخفي مطامعها وزيادة نفوذها في المنطقة، حيث سبق وأن أعلن أحد مسؤوليها عن سيطرتهم على 4 عواصم عربية وعن وجود قوات موالية لهم تقدر أعدادها بالآلاف. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والإعلامي سامر خليوي. أهلا بك سيد سامر. بداية، ماذا يعني تشكيل حشد شعبي في سوريا؟ معلوم أن الوصمة الطائفية التي وسم بها هذا الحشد في العراق غير موجودة في سوريا. نعم، هذا صحيح. نتيجة المكون الطائفي في سوريا يعني غير موجود. هذا شاهدناه في ريف حلب وفي إدلب وفي بعض المناطق. أما في المنطقة الشرقية فكما تعلمين لا يوجد يعني شيعة أو علوية أو هذه في المنطقة، كلها منطقة عشائرية. حاول النظام أن يلعب على أكثر من وتر. كلنا نتذكر أن الميليشيات الشيعية الإيرانية وحزب الله عندما دخلوا إلى محافظة دير الزور بال 2012 بالشهر العاشر وارتكبوا العديد من المجازر بمشاركة ميليشيات عراقية. الآن هناك حشد، هذا صحيح، في مدينة تدمر من القوات الإيرانية وقوات حزب الله، وقد حاول النظام من قبل أن ما يسمى بتسمية أخرى وهي الدفاع الوطني، ولكنه لم ينتسب إليه أحد. حاول أن يضغط على أبناء المنطقة، وهو كما تعلمين لا يحكم إلا على حيين فقط من كامل محافظة دير الزور البالغ مساحته 33 ألف كيلومتر مربع. حاول أن يستغلهم عندما يأتون ليأخذوا الراتب الشهري، ولكنهم رفضوا أن يأخذوا لأنه كان يطلبهم للتجنيد الاحتياط. الآن هو يلعب على الوتر العشائري. كما تعلمين استفاد من ما ارتكبت منه داعش المجازر في منطقة الشعيطات، فهناك من كان يقاتل داعش في منطقة الشعيطات انضم يعني بضعة مئات، يعني لا يتجاوزوا 200 شخص بما سمي في أسود الشرقية، والآن يقاتلون مع النظام. النظام الآن بعد الحشد هذا الطائفي الذي يحاول بشتى الوسائل أن بمسميات مختلفة أن يحشده للدفاع عنه ولقتال المعارضة وقتال داعش. من هنا أنا أعتقد أنه لن ينجح لأنه لا توجد له حاضنة شعبية، لأنه كما تعلمين هذا يعني مسمى طائفي وليس أنت تتحدث عن حشد طائفي. طب أنت قلت أنه لا يوجد شيعة في دير الزور، يعني أنت من أبناء دير الزور، ما هو مكونات هذا الحشد؟ نعم، أنا قلت الحشد الطائفي الآن موجود في تدمر من الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله. أما المنطقة فهي منطقة عشائرية غالبيتها من العرب السنة، هناك بعض الأقليات من الأخوة المسيحيين وبعض الأكراد موجودين بالمنطقة، ولكن لا يوجد شيعة. هناك بضعة مئات من تشيعوا هؤلاء وليسوا شيعة عندما حاول جميل الأسد في الثمانينات بما يسمى جمعية الإمام المرتضى، وهذه محصورة في منطقة حطلة بمدينة الدير الزور. حصلا هناك مئات فقط من تشيعوا وكانوا يتبعون لجميل الأسد، ولكنه لا يوجد، ليسوا موجودين بدير الزور أو بمحافظة دير الزور أو بالمنطقة الشرقية كونها مكون عربي سني ولا توجد شيعة أو. طيب، النظام كما تقولون يحاول تجنيد عناصر من أبناء دير الزور، من استجاب منهم؟ ما هي أعدادهم، أعداد الذين استجابوا؟ ما هو حجم تدريبهم، تسليحهم؟ نعم، يعني هو الآن كما تعلم القوات الحرس الجمهورية الموجودة حاول أن يضمهم بما يسمى كما قلت بالبداية في الدفاع الوطني، ولكنهم لم يلتزموا. حاول أن يجبرهم بذلك، يستغلهم كل من يدخل إلى الأحياء التي يسيطر عليها النظام يقوم بتجنيده، ولكنهم رفضوا. هناك عدد قليل جدا. حاول الآن أن يلعب على الوتر العشائري الذين يقاتلون داعش وأراد أن يسخرهم للانضمام معه، ولكنهم
هم يقاتلون داعش ولكن بنفس الوقت هم ضد النظام. الآن هناك في تشكيل في منطقة الحسكة في مدينة الحسكة، وهذا صحيح، هناك بعض من ما يسمى بشيوخ العشائر الذين التقوا مع علي مملوك وحسون في ريف القامشلي تحديدا، وحاولوا أيضا أن يضموا من المكونات الموجودة إلى النظام الأسدي للقتال معه. يعني الآن تحدثنا عن أكثر من حشد، يعني لكي نوضح ونسهل الأمور، كم حشد يوجد يقاتل بجانب الجيش السوري؟ نعم، يعني الآن الحشد الكبير الذي يحشد له منذ حوالي 10 أيام في تدمر هم من حزب الله ومن الميليشيات الإيرانية الموجودين بتدمر، ويضمون بعض من أبناء المنطقة الذين كانوا يقاتلون داعش. أما في الأحياء، وللعلم كما قلت فقط حيين من محافظة دير الزور هم من يسيطر عليها النظام، هناك من أبناء المنطقة نعم الذين انضموا وعددهم قليل جدا مع عناصر الجيش الأسدي الموجودين هناك. هؤلاء من يسمون بأسود الشرقية. نعم، هؤلاء وتحديدا هؤلاء من أبناء الشعيطات الذين قاتلهم التنظيم الدولة الإسلامية وارتكب بعض المجازر بحقهم، فمنهم هذا العدد القليل الذي انضم إلى عددهم بين النظام. كم وكم؟ يعني لا يتجاوز 200 إلى 300 شخص. يعني هل ينتمون إلى طائفة واحدة أم أنهم من عدد من منطقة معينة اسم منطقة الشعيطات هي في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور؟ فهمت من المنطقة، لكن هل ينتمون إلى ديانة واحدة؟ نعم نعم واحدة؟ نعم هم من العرب السنة تحديدا، يعني من عشيرة الشعيطات، وهي 3 مدن يطلق عليها يعني تسمية الشعيطات، وهي 3 مدن يعني بجانب بعضهم. نعم. من نفس العشيرة. طيب، ينضم إلينا الآن من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والصحفي فيصل عبد الساتر. مرحبا بك سيد فيصل. مرحبا بك وبضيفك الكريم. أهلا بك سيدي. يعني استمعنا لضيفنا هنا يقول إن النظام السوري يحاول إنشاء العديد من القوات التي تقاتل إلى جانب القوات النظامية. قال تحدث عن أسود الشرقية، ما يسمى بأسود الشرقية، وعن الحشد الشعبي المكون من عناصر من مقاتلين من حزب الله أيضا وميليشيات شيعية. لماذا يحتاج النظام السوري إلى قوات تقاتل إلى قوات الجيش بهذا الشكل؟ يعني أولا لماذا يحتاج الجيش السوري؟ هو لا يحتاج، يعني المطلوب من الشعب السوري أن يدافع عن وحدة أراضيه وأن يدافع عن سوريا أمام هذه الهجمة الشرسة. مهمة الدفاع عن وحدة الأراضي يا سيدي هو الجيش النظامي، لكن لماذا يحتاج إلى مدنيين يضمهم إلى الجيش؟ لم أكمل أول جملة، أنت متحمس زيادة عن اللزوم. خليني أكمل الفكرة وبعدين أقطعني. يعني وقتنا محدود يا سيدي، لذلك أتمنى عليك الدخول مباشرة في الموضوع. تفضل. أنا دخلت مباشرة بالموضوع. أنا قلت أن الجيش العربي السوري لا يحتاج إلى مقاتلين بقدر ما تحتاج سوريا وشعبها إلى كل الجهود التي تبذل من كل أبناء الشعب السوري. وربما تأخر هذا الأمر برأيي، كان يمكن منذ زمن بعيد أن يدق النفير العام في مثل هذه القضية. لعلمنا ولعلم الجميع وكل وسائل الإعلام تعلم أن جيشا من المرتزقة جاء إلى سوريا يقاتل فقط لتدمير سوريا ولتدمير الشعب السوري، فلماذا تكون شتيمة عندما تقوم السلطات السورية بتجنيد أبناء العشائر أو أبناء المناطق للدفاع عن مناطقهم في وجه هذه الهجمة التتارية المغولية البربرية؟ طيب، التي تقودها داعش.